بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله تعالى إلقاء القبض على الشبيهة العسكريين بتاريخ 27/8/2012 من قبل كتيبة أسامة بن زيد التابعة للواء أحرار حوران بالتعاون مع كتيبة علي بن أبي طالب التابعة للواء الفرقان. الشبيهة التالي أسمائهم: اسمع الشبيحة الرقيب علي فاضل من الطائف العلوي من مرتبات الفرقة الأولى. وظيفتك؟ قمع المظاهرات. يوجد في منطقة الستة المزي 86 جمعية البستان تقوم بتسليح. لمين تابع للجمعية؟ لرامي مخلوف. وظيفته؟ تقوم بتسليح الطائف العلوي من سن 15 وما فوق. اسمك؟ الشبيح الرقيب محمد سجاوي من مرتبات قيادة الفريق الأول. وظيفته قمع المظاهرات. يوجد حاجز على مفرق مسني. اسمك؟ الشبيح الشرطة 2 خالد مرتبات وزارة الداخلية. اسمك؟ الشبيح المجند مؤيد محمد شومان من مرتبات مكتب وزير الدفاع. اسمك؟ الشبيح المجند عبد الرحمن بيرقدار من مرتبات إدارة الحرب الإلكترونية. اسمك؟ الشبيح المجند محمود العلبي من مرتبات اللواء 157. اسمك؟ الشبيح علي أمام مرتبات 402. اسمك؟ الشبيح المجند محمد نزار مصري من مرتبات 402. بماذا تنصح زملائك؟ أنصح زملائي بانشقاق عن الجيش الأسدي الأسد الغاشم من الدمام إلى الجيش السوري الحر. عاش السوري حر أبيه. تكبير. الله أكبر.